إذن أعزائي المشاهدين، تغطياتنا متواصلة لبطولة الاتحاد والمباراة الختامية. يسعدني ويشرفني في هذه اللحظات أن أستضيف الكابتن منصور تيجاني، أحد المشاركين في المناورة الحبية للمباراة الختامية. أستاذ، أرحب بك عبر قناة خالد بازيدا. أهلا وسهلا بكم. اليوم كيف رأيت الأمور المبدئية في هذه البطولة وتنظيم هذه البطولة والمباراة الختامية؟ والله صراحة أن التنظيم كان شيء غير متوقع، يعني شيء جميل جدا جدا، سواء من حضور الجمهور أو بتغطيتكم الإعلامية. صراحة يعني شيء تشكر عليه، سواء والجمهور صراحة ما شاء الله جمهور مكة طبعا ذواق كرة القدم، يعني شيء يشكر انهم حضورهم. وطبعا هذا شيء ما هو مفاجئ او اني مستغرب على اهل مكة انهم حضور الدورات اللي زي هذه. اتمنى لكم التوفيق صراحة. لم تحضر لهذه البطولة في الايام السابقة، اليوم مع حضورك الاول كيف رأيت هذه البطولة؟ والله انا حضرت تقريبا في دور الثمانية، لانه كان عندنا فريق مشارك في فريق العندليب، وانا احد اعضاء فريق نادي العندليب. وصراحه استمتعت انا صراحه في دوري الثمانيه من حضرت، وشاهدت بعض اللاعبين امتعوني صراحه. ودحين جيت النهائي يعني عشان استمتع بباقي فريقين، صراحه انه في نخبه طيبه وكويسه من النجوم اللي موجوده على ارضيه الملعب. شكرا لك. العفو حبيبي.